مرحبا، معكم مستر في. بحلقة اليوم رايحين نتعلم أمر موف المستخدم في الأوتوكاد. أول إشي بنفتح ملف الأوتوكاد، بنروح على نيو، بنرسم مثلا ريكتانجل، الاختصار تبعه REC. نيجي عندنا بأمر موديفاي عند هوم، في عندنا أمر موديفاي، في عندنا أول أمر اللي هو موف، بنكبس عليه، بنحدد الريكتانجل، نعمل سبيس، نختار النقطة اللي بدنا ننقله لإلها، بإمكاننا نحطه في أي مكان بدنا إياه. نفس الإشي برضو بنحدد الريكتانجل أول إشي، نيجي على موديفاي، على أمر موف، نختار النقطة اللي بدنا إياها وبنحدده. الاختصار تبعها أم سبيس، بنحدد الإشي اللي بدنا نعمله موف، نعمل سبيس أو إنتر، نختار النقطة اللي بدنا نعمله إياها، مثلا نأخذه من هون، بإمكاننا نحطه في أي مكان بدنا إياه. أم سبيس، اختار النقطة. And